بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أتابع معكم اليوم موضوع وتطورات الصاروخ الصيني الذي لا يمكن السيطرة عليه، حيث تؤكد التقارير الواردة من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن هذا الصاروخ يندفع باتجاه العودة إلى الأرض. طبعا كان هذا الصاروخ خطط له كثيرا، أنفقت ملايين الدولارات عليه، مئات الباحثين والعلماء والمهندسين والفنيين اشتغلوا عليه لفترة طويلة، وسبحان الله لأسباب بسيطة جدا ضل طريقه هذا الصاروخ ولم يستطيعوا السيطرة عليه. حتى الآن دول العالم ليس لديهم إمكانيات للتحكم بصاروخ في الفضاء الخارجي. طبعا هم البشر جميعا أيها الأحبة، لو انفلت الصاروخ على الأرض من الصعب جدا أن يسيطروا عليه، فكيف في الفضاء الخارجي؟ لذلك هذا الصاروخ متروك إلى قدره. وأنا دائما أحبتي في الله يعني أتابع مثل هذه الأخبار العلمية باهتمام، ولكن أنا كمسلم آخذ العبرة. دائما نظرة المؤمن للأمور تختلف. من ينظر إلى الطبيعة على أنها هي التي صنعت الإنسان وصنعت الكون سوف يكون في حالة تعيسة وحالة خوف، لأنه من المحتمل أن يسقط هذا الصاروخ فوق رأس هذا الشخص في أي لحظة. فتجد أن الذي يؤمن بالطبيعة يخاف كثيرا، يخاف من فيروس كورونا، يخاف من أحيانا تأتي أخبار أن هناك نيزك قد يصطدم بالأرض، ولكن من رحمة الله يصرفه عنا. مثل هذه الأخبار العلمية تجعل كثيرا من الناس الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالموت، لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، تجعلهم خائفين. لذلك أحبتي في الله، المؤمن تجده مطمئن القلب. لماذا؟ لأننا نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني أنا شخصيا عندما أنظر لخطر قادم من الفضاء، أنا لن أستطيع أن أدرأ عن نفسي الموت. قد يكون نيزك، قد يكون كويكب صغير ربما يصطدم بالأرض، قد تحدث كارثة نووية مثلا، قد تحدث حرب مدمرة. الأخطار كثيرة جدا أيها الأحبة من حولنا. الكرة الأرضية ذاتها محفوفة بالمخاطر. المؤمن، ميزة الإيمان أحبتي في الله أنه يعطيك التسليم لله عز وجل، يعطيك الاطمئنان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا هذا الصاروخ سمي لونج مارش 5B، كانوا يخططون لصنع أكبر محطة فضائية خارج الأرض. طبعا أنفقوا كما قلنا الملايين، ولكن مثل هذه الأعمال أيها الأحبة تظهر لنا ضعف الإنسان. لذلك الله تعالى عندما قال وخلق الإنسان ضعيفا، الضعف هنا ليس ضعف قوة فقط، بل أيضا ضعف علمي. الإنسان ضعيف حتى من الناحية العلمية. الحقيقة أيها الأحبة، هذا الصاروخ الذي بلغ طوله 30 مترا ووزنه أكثر من 20,000 كيلوغرام، فيه معدات متطورة، فيه أجهزة كمبيوتر، فيه ذكاء اصطناعي، وضعوا قمة ما توصلوا إليه من علوم، وكانوا يعني يعدون هذا الأمر لمرحلة من مراحل الفضاء للسيطرة على الفضاء. ولكن سبحان الله يأتي قدر الله عز وجل دائما ليظهر للإنسان أنه ضعيف وأنه عاجز أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا يدعوني أنا كمؤمن أن أتواضع لله، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من تواضع لله رفعه الله. طبعا أيها الأحبة، هذا الصاروخ الحقيقة يسير الآن، يعني أنا أتحدث الآن بتاريخ 6/5/2021، يسير ويلف حول الأرض ولكن بشكل عشوائي، بسرعة تقريبا بحدود 27,000 كيلومتر في الساعة، سرعة كبيرة جدا أيها الأحبة. يعني يلف
مرات كثيرة حول الأرض كل يوم، وبالتالي هذه السرعة الهائلة تجعل من الصعب حتى أن تفكر أو أن تتوقع أين سيسقط. هذه السرعة الهائلة لهذا الصاروخ أيها الأحبة تجعل من الصعب جدا أن نتوقع مكان سقوطه حتى أو أين سيسقط. لذلك أيها الأحبة الاحتمال الأرجح كما يقول العلماء أن يسقط على الماء في منطقة في المحيط مثلا، لأن المحيطات تغطي بحدود 70-71% من الكوكب، أو ممكن أن يسقط في غابة أو كذا، ولكن هناك احتمال ضعيف جدا أن يسقط فوق منطقة مأهولة أو منطقة مكتظة بالسكان. وإذا سقط لا يستطيع البشر حتى الهروب من قدرهم، يعني من سيسقط عليهم هذا الصاروخ لا قدر الله طبعا، يعني نتمنى أن يسقط في مكان يعني غير مأهول إن شاء الله بحيث لا يتضرر أحد، ولكن لو حدثت الكارثة ستكون فعلا مؤلمة ومدمرة. أنا الآن كإنسان مؤمن أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتب الله لي. الله تبارك وتعالى يقول قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لذلك أيها الأحبة يعني مثل هذه الكوارث وهذه الأحداث والأوبئة التي نعيشها اليوم، كل يوم هناك وباء جديد للأسف، يعني بسبب طغيان البشر، بسبب ظاهرة الزنا التي انتشرت كثيرا حتى أعلن بها، والنبي قال ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. بالفعل الإيدز وفيروس كورونا وغير ذلك، يعني حتى فيروس كورونا أصبح هناك منه نسخ مطورة ونسخ عنيدة ونسخ صعبة العلاج كما في الهند، يعني كما يجري اليوم في الهند. كل هذا أيها الأحبة إنذار من الله. أنا بالنسبة لي أفهم أن هذا إنذار من الله، يجب أن نتوب إلى الله. السلوك الصحيح الآن على البشرية أن يرجعوا إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالكوارث التي تحصل اليوم في العالم هي نوع من العذاب الأدنى، يعني القليل أو الخفيف أو الأصغر، دون العذاب الأكبر وهو عذاب النار والعياذ بالله، لعلهم يرجعون. إذن الله يحبنا، الله يحبك أيها الإنسان بغض النظر عن معتقداتك، يريد لك الخير. شيء آخر أيها الأحبة يدعوني أن أتأمل في هذا الكون وكيف يمسك الله سبحانه وتعالى هذه السماء أن تقع على الأرض بإذنه. وفي فيديو سابق قلت إن المشككين انتقدوا هذه الآية ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، سخروا من كلام الله عز وجل، قالوا كيف يمكن للسماء أن تسقط فوق الأرض، الأرض صغيرة جدا، الأرض كتلة صغيرة مقارنة بحجم المجرات أو حجم الكون أو حجم السحب الدخانية، فهل يعقل أن مثلا مجرة تسقط فوق الأرض؟ فقالوا هذا كلام غير صحيح ومتناقض علميا. لم يعرفوا أن السماء فيها نيازك وفيها كويكبات وفيها يعني بقايا لانفجار النجوم، هناك بقايا من صدامات بين كواكب تحدث في الكون، هذه البقايا هي جزء من السماء أيها الأحبة. فإذا سقطت على الأرض، يعني مثال على ذلك ثقب أسود، ما الذي يمنعه أن يقترب من الأرض والأرض عمرها 4.5 مليار سنة أو أكثر؟ خلال مليارات السنين ما الذي يمنع ملايين الثقوب السوداء الموجودة في الكون أن يقترب من الأرض ويبتلعها بسهولة؟ ما الذي يمنع هذا القمر مثلا، القمر أقرب كوكب بالنسبة لنا، ما الذي يمنعه وقد مضى عليه أكثر من 4 مليار سنة، ما الذي يمنعه ويمسكه أن ينفلت من مداره ويسقط على الأرض؟
القمر هو جزء من السماء. كلمة السماء في القرآن أيها الأحبة لا تعني الفراغ كما يفهم البعض، لا، السماء هي ما تحويه من مجرات وكواكب ونجوم وغبار كوني ومادة مظلمة وأشعة كونية وغير ذلك يعني. لذلك أيها الأحبة، هذه دعوة من الله عز وجل لنا أن نعود إليه. هذه الكوارث ستكثر صدقوني كعلامة من علامات القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، أشار إلى أنه يوم القيامة ستكثر الزلازل، ستكثر الأخطار. هناك أحاديث كثيرة تؤكد أن هناك أحداثا لم تكونوا ترونها أو تحدثوا بها أنفسكم، كما قال عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة أن تظهر أمور عظام ترونها لم تكونوا ترونها أو تحدثوا بها أنفسكم. يعني مثل انفلات هذا الصاروخ، لا أحد كان يتوقع ذلك. فيروس كورونا الذي أقعد العالم لم يكن أحد يتخيل ذلك على الإطلاق. فيروس عبارة عن معلومة يعطل مطارات العالم واقتصاد العالم ويعطل البشر ويقتل الملايين ويرعب 7 أو 8 مليار إنسان، يرعبهم هذه المعلومة الصغيرة التي لا ترى إلا بالمجهر الإلكتروني. من كان يتوقع ذلك أيها الأحبة؟ لذلك الحل بسيط جدا، أن نعود إلى الله عز وجل، أن نرجع إلى هذا الخالق العظيم، أن نهيئ أنفسنا للقاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين، وأن يتوب علينا، وأن يبصرنا بهذا الدين، وأن يجعل أجمل لحظة في حياتنا يوم لقاء الله عز وجل، الذي قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.